ويلكم جايز، جيرال احمد في اس اس ام جي كلان براتيس ديفو انتورنت انترنمنت. طبعا كان خطأه انه يلف بيه اللفتين. الحركة دي حلوة بس يخليها قريبة من القاعدة، ما يلفش من بعيد بحيث ان اللفتين بتقيل، على ما يقرب بيعدي وقت كتير. وطبعا الكلام ده في صالح السولاريس. صاروخ سريع جدا. يعني البطل مش عايز يموت ببص ذهب يا راجل. طبعا لما شفت اللافسين هنا قلت فرصة ان انا اهجم.
طبعا كل ده انا مش عايز يهرب بالكونستراكشن زي ما انا عملت. فانا كنت بدور على مباني بشوف فيه ولا مفيش، طلع مفيش. طبعا كملت لعب عادي خالص، هبنى المباني اللي انهدمت كده كده اللي تشكيه معايا اقدر ابني عادي، والمعركة انتهت على هنا. Thank you for watching, goodbye. SMG is very very hard, not easy.